إذاعة سلطنة عمان تقدم ضفاف للكتابة. ضفاف للأمكنة. ضفاف للسفر. ضفاف للولع. ضفاف للكلمة. ضفاف. ضفاف يصحبكم معها صالح بن علي العامري. ضفاف تنفيذ المخرج سعود بن حمد السيابي. بيت فوق سقف العالم لأحمد الهاشمي. صدر للشاعر أحمد الهاشمي مجموعته الشعرية بيت فوق سقف العالم، وقد تناول هذا الإصدار اثنان من الكتاب العمانيين، أحدهما زهر السالمي والآخر أحمد الرحبي. فيما يلي نقرأ إضاءتهما التعريفية لهذه المجموعة بيت فوق سقف العالم لأحمد الهاشمي. يكتب الشاعر زهر السالمي عن مجموعة أحمد الهاشمي بيت فوق سقف العالم في صحيفة القدس العربي قائلة: صدرت عن مجلة نزوة ضمن سلسلة كتاب نزوة المجموعة الشعرية الأولى لأحمد الهاشمي بعنوان بيت فوق سقف العالم، هو الإصدار 15 من هذه السلسلة الذي تم توزيعه مجانا مع العدد 71 للمجلة الفصلية الثقافية. يتكون بيت فوق سقف العالم من 26 نصا كتبت تقريبا عبر 20 عاما. لا توجد إشارة إلى تاريخ معين في الكتاب، لكن عبر متابعاتنا لما ينشر في الصحافة العمانية نجد نصوصا تعود لأوائل التسعينيات، مما يجعل المجموعة تعبر عن مراحل زمنية مختلفة في حياة الكاتب. لكن وإن تعددت واختلفت السياقات والأزمنة نجد هنالك شعر موهبة كبيرة بوعيها الحادي والشقي، لا يسقط في السوداوية، وعي ساخر إلى حدوده القصوى، شعر يغني الشقاء، يغني ذاته رافعا لها فوق سقف العالم. قريبا يهبط إله النعمة والعدل، تتفجر مبايض اللعنة والغضب، ولا شيء من ذلك يغريني، لقد صار لي بيت فوق سقف العالم. شعر تصويري، صوره مبتكرة وصادمة، تتجلى فيه البداهة والفطرة الخام لكائن ما قبل التاريخ، مسلح بذخيرة لغوية وثقافية عالية، شعر يعلن ويضمر في ذات الوقت، تنقشع فيه التبهات، يحاور الله ويناديه منشدا صلاته ومزموره الخاص. إلهي ذا الجلال الباهر، هبني مزيدا من إساءة الفهم كي أسمو. يعلي من ذات الإنسان المتفردة، يصطف إلى خياراتها المفردة غير الجمعية ويغنيها، وأنا لهذه الأمور الوضيعة وغيرها أرفع كأسي نخبا لحياة رائعة، مكتملا بالغناء والشهوة، لا كأس إلا التي في يدي، ولا نهاية إلا ما ترى آلي. مجموعة بيت فوق سقف العالم ربما تكون البداية لتجربة شعرية متفردة، شعر باهر ومضات قوية وخاطفة تنكشف فيها معالم الجمال في خضم اليباب، شعر كما يضيف زهر السالمي يذكرني بالمغوط وسركومبولس، وقصيدة أن تكون ملكة تذكرني بماركيز في روايته، الجنرال في متاهته تذكرني بأزمنة الثورات.
الكاتب والقاص أحمد الرحبي بدوره يكتب في صحيفة الوطن العمانية عن مجموعة أحمد الهاشمي بيت فوق سقف العالم قائلا: إذا كانت إحدى التشبيهات في الأساطير الإغريقية لمهمة الشاعر أنه سارق النار، فإننا نجد الشاعر أحمد الهاشمي في ديوانه الشعري بيت فوق سقف العالم الصادر عن مجلة نزوة يستعير قبس ضوء من نار الشعر لينبلج له فجر من ضياء على وحي الشعر، حيث يختزل أحمد الهاشمي تجربة مديدة وأصيلة مع الشعر، والتي تأتي قصائده لتعكس في أبرز تجلياتها في حالة شعرية متميزة وصوت صارخ في برية الشعر مختلف إلى درجة مغايرة من الاختلاف والتميز عن الأصوات الشعرية الأخرى في عمان. يتمثل هذا الاختلاف والتميز في صوت يغرد خارج السرب الشعري بخصوصية وعفوية صادقة، هي مرآة لحال صاحبها وترجمان له من حيث المعاناة والمكابلة الشعرية والحياتية الصادقة التي يعيشها الشاعر، حيث يمكننا القول أن أحمد الهاشمي من خلال إصداره الشعري والذي جاء متأخرا ربما نتيجة عزوف وزهد عن النشر، لا يقل جدارة في الانتماء إلى مصاف الجيل الشعري المتقدم ذي النبرة الشعرية الجديدة، سواء من الشعراء العمانيين أو الشعراء العرب، فهو يعتبر بحق أحد أصوات التيار الطليعي في الشعر وسط المشهد الثقافي العماني بمختلف تجلياته الإبداعية الحديثة، وبين جيل من الشعراء العرب ضمن نزوع للإخلاص لتعددية ثقافية وفكرية تحاور أفقا مغايرة سواء في صلتها بالماضي أو الحاضر، مستعينة بهذه التعددية الثقافية والفكرية إلى نشدان مستقبل أكثر عدلا وجمالا. هذا التيار ماض في حفر مجراه بقوة لا يعبأ ببطء الانتشار والتقبل في أوساط يطغى عليها نفوذ الماضي مسكونة بسكونيته. يتميز الدفق الشعري عند الهاشمي بكونه يأتي عفويا خالصا في لغته وفي صوره الشعرية في لغة مصفات خالصة لمهمتها الشعرية دون زيادة أو رتوش في الصياغة. خذني عاليا عاليا أكثر إلى حيث لا أراني، إن جذوري تشرب صديد الأيام وروحي لم تكن حرة أبدا. يمضي أحمد الهاشمي في خدمة غرضه الشعري من اللغة لا أكثر من ذلك، ويقضي وتيرته منها بما يخدم هذا الغرض. غدا أفرغ حياتي دفعة واحدة كموجة تنكسر على الضفاف. ونجد أن اهتمام القصيدة عند الشاعر أحمد الهاشمي بكل تجلياتها الإبداعية يتركز على الذات ومعاناتها بمواجهة قلق الوجود. أبدا لم يعد واردا كسر المجرى، أنت وحسب شاعر في العالم طائر ينقر الخراب بنهم. السطور السابقة إطلالة على مجموعة الشاعر أحمد الهاشمي بيت فوق سقف العالم، وذلك من خلال ما كتبه زهر السالمي وأحمد الرحبي عن تلك المجموعة الملفتة. ضفاف ضفاف مع صالح العامري وسعود السيابي.